بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذه الأيام على أبواب الحج إلى بيت الله الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، فيجب علينا أن نتذكر ذلك وأن نستغل هذا الوقت الثمين بطاعة الله سبحانه وتعالى. إن هذه العشر، عشر ذي الحجة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل أحب إلى الله فيها من هذه العشر، ما من أيام العمل أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فهي أيام مباركة. اختلف العلماء في هل هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان أو لا، والصحيح أن ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر، عشر ذي الحجة، وأن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، وكلها مواسم خير وكلها مواسم طاعة ومواسم بر تمر على المسلمين فيتزودون فيها. فهذه الأيام العشر يستغلها المسلمون بطاعة الله من التكبير، خصوصا تكبير فيها، تكبير المطلق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يكثرون في هذه العشر من التكبير المطلق. وفي أيام الحج يأتي التكبير المقيد في أدبار الصلوات الخمس. فالمسلمون بخير في كل الأوقات، ولكن مواسم الخير فيها زيادة، فيها زيادة خير لهم، مثل هذه الأيام عشر ذي الحجة وليالي ذي الحجة، كلها مواسم خير ومواسم طاعة. وهذا البيت العتيق بناه أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله، بناه بيده عليه الصلاة والسلام، وابنه إسماعيل يعينه ويناوله الحجارة حتى بنياه بأمر الله سبحانه. ثم أمرهما بتطهيره، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هو بيت مبارك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس، على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا البيت من أكبر نعم الله علينا، نتوجه إليه في صلواتنا ونستقبله في صلواتنا، هو قبلتنا أحياء وأمواتا، حتى الموتى في قبورهم يوجهون إلى هذا البيت العتيق. فهذا من نعم الله على عباده، والحمد لله أن الله يهيئ له، يهيئ لهذا البيت من يحافظ عليه
ويهيئه للناس. وفي وقتنا هذا هذه الدولة المباركة دولة السعودية ترعى حرمات هذا البيت وتهيئه للناس، تستقبل الوافدين إليه وتهيئ لهم كل أسباب الراحة والإعانة، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من جوار هذا البيت العتيق بعث الله أفضل الخلق نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه ولد في مكة وبعث من مكة من جوار هذا البيت العتيق، بعث إلى الناس كافة. كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالذي يريد الهداية يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يريد الغواية يتبع غيره من دعاة الضلال ودعاة الكفر ودعاة الشرك والبدع، وهم كثيرون. ولكن الدعوة الخالصة والدعوة الصافية والدعوة التي أمر الله بها هي دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وعبادة الله وحده، إلى السنن المشروعة وترك المبتدعات والمحدثات. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فمن أراد الهداية فليتمسك بالقرآن والسنة، ومن ترك التمسك بالكتاب والسنة واتبع دعاة الضلال فمصيره إلى النار، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله. فلا طريق إلى الله وإلى جنته إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام، وبعد بعثته لا يتبع إلا هو. أما الملل السابقة انتهى تاريخها وانتهت، وهي ملل صحيحة، دعوات الأنبياء صحيحة، ولكن لها أجل ولها وقت انتهى، جاء وقت دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي تستمر إلى قيام الساعة. أنا خاتم النبيين، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فهو الخاتم للنبوات والرسالات، فلا يجوز اتباع أحد بعده صلى الله عليه وسلم، لا يجوز إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النجاة وأراد الهداية وأراد السعادة فليتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعوته شاملة وعامة وفيها الخير كله، ما يحتاج الناس بعده إلى نبي آخر أبدا، بعد بعثته كافية إلى أن تقوم الساعة. فما علينا إلا العمل بها والدعوة إليها والتمسك بها لنلقى الله جل وعلا بها، حتى نكون من أهل طاعته وأهل جنته وأهل محبته. فلا طريق إلا طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يصل إلى الله إلا عن طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يظن أنه يستغني عن الرسول وأنه يعرف الحق ويصل إلى الله بدون هذا الرسول كذاب كذاب، لن يصل إلى الله إلا عن طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يرزقنا وإياكم التمسك بسنته واتباعه والعمل بطاعته
وأن يرزقنا محبته واحترامه والدعوة إلى دينه وإلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا من فضل الله علينا أن بعث فينا هذا الرسول. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سألوا الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التمسك بسنة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع هذا الرسول، أن يحشرنا في زمرته، أن يجمعنا به في جنات النعيم، إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: رجل أراد الحج ومعه زوجته وبنته وهو متمتع، فهل يلزم على كل واحد متمتع منهم هدي أم يجزي هدي واحد؟ لا، ما يجزي هدي واحد، كل واحد عليه هدي للتمتع، هو عليه هدي، بنته عليها هدي، زوجته عليها هدي، نعم، ولا يكفي هدي واحد، نعم. ثوابكم الله. إذا ذهبت إلى عرفة مباشرة هل يلزمني سعي مع طواف الإفاضة والوداع؟ نعم. إذا ذهبت إلى عرفة مباشرة هل يلزمني سعي مع طواف الإفاضة والوداع؟ إذا ذهبت إلى عرفة، أحرمت بالحج، ذهبت إلى عرفة فلا بأس بذلك، لكن تبقى عليك بقية المناسك من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، يبقى عليك ذلك، ورمي الجمار كل يوم من أيام التشريق، نعم. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين التكبير المقيد والمطلق في أيام العشر وكذلك في عيد الفطر؟ متى يبدأ ومتى ينتهي؟ التكبير المطلق يبدأ من دخول العشر، التكبير المقيد في أيام التشريق بعد الصلوات الخمس، بعد كل فريضة يكبر، إذا سلم يكبر، تكبير مقيد، نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بين حديث لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم، فهنا موالي أهل البيت لا تحل لهم، وبين حديث بريرة وأخذها للصدقة مع أنها جارية عائشة، فما هو الجمع بين الحديثين؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: هو لها هدية، هو لها صدقة، هو عليها صدقة وهو لنا هدية، فهي تصدق عليها، ثم أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدت إلى بيته، فهي أهدت إليهم وليس صدقة، هدية منها، نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم جمع العصر مع يوم الجمعة؟ لا يجوز هذا ولا يصح، لأن العصر ليست من جنس الجمعة، لأن العصر ليست من جنس الجمعة فلا تجمع إليها، ولأن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم جمعوا العصر مع الجمعة، نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل من كلمة لمن لديهم عمال وخدم أن يحترموهم ويعطوهم حقوقهم لأن بعضهم يسيء إليهم ويحتقرهم بل يضربهم؟ لا يجوز لهم أن يظلموا العمال الذين عندهم، بل يعطوهم حقوقهم وافية ولا يظلموهم ولا يكلفوهم من العمل ما يشق عليهم وما لا يطيقونه، يرفقون بهم ويحسنون إليهم
نعم. أثابكم الله. يقول الإمام الحي عندنا يتأخر بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرة من الرباعية مثل العصر والعشاء والظهر، فهل يجوز أن أقرأ سورة بعد الفاتحة؟ نعم. يقول الإمام الحي عندنا يتأخر بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرة من الرباعية مثل العصر والعشاء والظهر، هل يجوز أن أقرأ سورة بعد الفاتحة حتى لا أدخل في الوسواس؟ يقرأ بعض إيش؟ يقول إن الإمام يتأخر يا شيخ. إيه، لكن هل يجوز؟ وش معنى أقرأ سورة بعد الفاتحة؟ سورة سورة بعد الفاتحة. نعم. في الركعتين الأوليين نعم تقرأ سورة بعد الفاتحة أو بعض سورة، أما في الركعتين الأخيرتين فتقتصر على الفاتحة فقط. نعم. أثابكم الله. إذا كنت قد نويت مسبقا في أجل صدقاتي عن نفسي وأمي وأبي وإخوتي وجميعهم متوفين، فهل أجدد النية بعد ذلك عند كل صدقة أم أكتفي بما نويته من قبل؟ إخراجك للصدقة قد نويتها، ما أخرجتها إلا قد نويتها، فإخراجك نية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل أهل الطائف عليهم طواف وداع؟ نعم عليهم طواف وداع، كل خارج من مكة بعد الحج يجب عليه طواف الوداع، أما الذي يبقى في مكة بعد الحج ويقيم فيها فليس عليه وداع، إلا إذا أراد الخروج أو السفر يطوف بالبيت طواف الوداع. نعم. أثابكم الله. يقول هل تعتبر لي حجة لو دخلت عرفة قبل الغروب بساعة؟ أي نعم، الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، كله وقت للوقوف. نعم. لكن من وقف في النهار يجب عليه أن يستمر إلى الغروب ولا ينصرف إلا بعد غروب الشمس، ومن وقف في الليل فينصرف متى شاء. نعم. أحسن الله إليكم. رجل عنده مبلغ من المال حال عليه الحول وعليه دين للبنوك، فمثلا يملك 100,000 وعليه دين 80,000، فهل عليه زكاة في هذا المال أم يزكي ما زاد عن الدين؟ ما دام المال في يده فيجب عليه زكاته إذا تم عليه الحول، وإذا وفى به الدين قبل الحول فليس فيه زكاة. أثابكم الله. هذا آخر السؤال. يقول رميت الجمار يوم 12 وخرجت من منى قبل الغروب وانتهيت من الطواف الساعة 12 ليلا، فهل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء، أكملت أيام منى وذهبت إلى مكة وبت فيها أول الليل ثم طفت للوداع في أثناء الليل وخرجت من مكة، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع